بكم سبور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا جيم للفيديو، باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل الاخبار الرياضيه. نحكيو على مباراه الديربي، مباراه النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي اللي كانت انتهت على نتيجه التعادل السلبي 0-0. مباراه فنيا ما كانتش في القيمه اللي يتمناها جمهور الكره في تونس. تمنينا نشوفوا مباراة معناها في قيمة الفريقين، نشوفوا مباراة ديربي بأتم معنى الكلمة، ولكن هذا محصولش، وخاصة أنه شفنا فنيا أنه الفريقين ما عدا الإفريقي بصراحة، الإفريقي كان أفضل بقليل من الترجي الرياضي التونسي، وأخلق ثلاثة فرص منهم ضربة جزاء تصدى لها صدق الدبشي لنفتح قوس من الحارس. هذا بصراحة ان شاء الله يزيد ياخذ فرصته، ان شاء الله يزيد ياكد في الترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله نشوفه ولاده حارس كبير في الترجي الرياضي وفي المنتخب، خصوصا وانه اللاعب مازال صغير في العمر، من مواليد 1999. ان شاء الله نشوفوه مستقبل ونشوفه ولاده كما قلت لكم حارس جديد لتونس وللترجي الرياضي التونسي. إذا نرجع للمباراة، في شوطها الأول فنيا كانت أقل من متوسط، يعني شفنا معركة وسط الميدان بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، شفنا صراع واندفاع كبير في وسط الميدان من الطرفين، ما شفناش عديد الفرص، شفنا الحذر من الجانبين وخصوصا من النادي الإفريقي اللي ما جازفش كثير في الشوط الأول، واللي خير أنه يلعب البلوك طايح شوية ويلعب على 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 الهجمه المرتده. في الشوط الثاني الترجي الرياضي التونسي دخل بتغيير، حمدو الهوني مكان ايدو اللي كان الغائب الحاضر في الشوط الاول، خصوصا انه راضي جعيد يغير الخطه نتاعه ولعب ب 4-4-2 اللي كان يلعب ب 4-3-3. اليوم شفناها اقحم بن حمود وايدو مع بعضهم لاول مره، ولكن هذه حسب رأيي الخاص أنه الخطة هذه ما تتمشاش مع الترجي، وخاصة بالبروفيل متاع إيدو. هذا اللاعب بصراحة أقول وأنه لاعب متوسط، مش ما نقولش حاجة أخرى، اللاعب هذا ليس في قيمة الترجي، اللاعب هذا مريول الترجي زين عليه، حبوا في المنابر الإعلامية يخلقون مقولة جديدة، جوار ديستاسيون ولا جوار ما يش عارف شنو. بصراحة لاعب أقل من متوسط، لاعب ليس في قيمة الترجي. نرجع للنادي الافريقي، النادي الافريقي ديزيام ميتون او الشوط الثاني تقدم اكثر، بحث عن المرمى اكثر من الترجي، جاوه برشا فرص، جاتو الجزاء اللي تحصل عليها النادي الافريقي وكان يتصدى لها السيد قسيوي ويرسم مكانه في تشكيله الترجي الرياضي التونسي، ان شاء الله يزيد يقدم اكثر، فيه منفعه الفريق والترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله منفعه للمنتخب الوطني التونسي. اذا النادي الافريقي كما قلت لكم جاتو ضرب جزاء ضيعها، جاتو زوز فرص واضحه للتسجيل، سيطر بصفه كبيره على الترجي الرياضي التونسي في الشوط الثاني، اخلق عديد الفرص، عديد الركنيات، عديد المخالفات، ولكن التسييم كان غائب. عموما الديربي اليوم ما وفاش بوعوده، كانت الناس تستنى في ديربي من الطراز العالي، ديربي كما كان يتلعب قبل، فيه منافسة، فيه تسابق وتلاحق، فيه الأهداف، فيه الفرجة، ولكن للأسف الحسابات الفنية والتكتيكية اليوم ضغط على مباراة الديربي، ما شفناش من جانب الترجي الرياضي التونسي ديزيام ميتون، شفناه متراجع، تراجع برشا التالي، وبقى يلعب على وحبذ انه يخرج بنقطة التعادل، لأنه حسابيا الترجي مازال هو في المرتبة الأولى، ويجي بعده الاتحاد المونستيري، وفي المرتبة الثالثة النادي الإفريقي. إذا كما قلت لكم الحسابات الفنية والتكتيكية ضغط اليوم، وإن شاء الله معناها في المستقبل نشوفه ونطوره، خاصة التحكيم من ناحية أنه يعطي لافونتاج، يسيب اللعب، لأنه بصراحة برشا تقطع. ديزيام ميتون ما لعبناش فيها ربع ساعة كورة، ما شفناش ربع ساعة كورة، عديد التقطع بصراحة، هكا بالوضع هذا ما نجموش نتقدموا.